مساء الخير عليكم، كنتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. بغيت نسولكم واحد السؤال، واش شي نهار صاحبتي مع راسك؟ واش شي نهار كنتي صديق ديال راسك؟ شديتي راسك من يدك، مشيتو القهيوه، خلصتي على راسك قهيوه، مشيتي شي بلاصه زوينه، شي نهار كان عيد ميلاد ديالك، شي نهار كنتي فرحان ومشيتي شريتي شي هديه لراسك، ما تسنيتيش من الاخر انه يجيب لك الهديه او لا يفرح بيك. نقول لكم واحد الحاجه عن تجربه شخصيه، الا ما كنتيش كتديها في راسك اكيد ما غيديها فيك حتى شي حد. الا ما اهتمتيش براسك كوني اكيده ما غيهتم بك حتى شي حد. الا كنتي مريضه وما حسيتيش براسك كوني اكيده ما غيحس بيك حتى حد. يدك هي اللي كتطبطب عليك، حتى حد اخر ما يقدر يحن فيك الا ما حنيتيش براسك. نختار واحد النهار في السيمانه، علاش لا في الشهر في الشهرين، المهم نهار نخصصو لراسي. غنخرج انا وراسي نتقهوى، ماشي في استطاعتي نمشي للقهوه، غنخرج انا وراسي نتمشى، ماشي في استطاعتي انني نقدر نخرج لراسي نتمشى في داري. واحد النهار خاص براسي، ما نتسناش انا حتى يكونوا عندي الضيافه ولا تنكون غاده ضيفه باش نتقاد لراسي. دائما الحاجه اللي ولات خارجه علينا هي كنتسناو راي الاخر فينا حنا، اما راينا حنا ما بقاش هامنا. الا قال لي الاخر كسوه جاتك زوينه، ايوا راه زوينه. الا جا شي حد غير شويه، لا شي ما جاتش معاك ولا خصني نبدلها، لا سيدي عجباني ما كيهمنيش الاخر. انا متصالحه مع ذاتي، خارجه بهذه اللبسه هذه ما سوق حتى شي حد فيا، عاجبني حالي بحال هكا ما سوقش الاخر فيا. الا كان نقد البناء مرحبا به، ولا كان غير نقد اللي غادي يهدمني نفسيا ما عندي ما ندير به، ندخلو منا ونخرجو منا. نهتمو وهاد الامراض النفسيه اللي كنشوفو حاليا في المجتمع ديالنا اللي ولات كثيره، لا في المدينه، والحاجه اللي كدار كتر 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 بزاف ماشي شويه، في الباديه. في الباديه الناس راه كيعانيو بزاف من حتى شي حاجه. هاد المعالجات النفسيه كنديروها بيدينا، ما كيديرها لنا حتى شي حد. نقدر نفكر في شي حاجه اللي كتر مني وما عنديش الجهد ليها وما عنديش الاستطاعه ليها، اولا كنهمل راسي وكنديها في الاخر، ولا كنتسنى من الاخر انه يديها فيا، وتما كنهد صحتي النفسيه وما كنلقاش الدواء. حيت العلاج النفسي في المغرب صعيب بزاف، يا اما ربي تيوقف معاك، يا اما كتبقى تعاني حتى كتوصل لمرحله انتحار ومن الامانه دا امانته. الله يخليكم، ما نخليوش راسنا نوصلوا لهذا المستوى هذا ديال الانتحار. نتصالح مع ذاتي، نعتقي من راسي، نهتم براسي، نهتم بصحتي النفسية، نديها في راسي، نخرج راسي. إلى شي نهار شط راسي كندخل في شي قوقعة اللي غادي تأدي بيا الأمراض النفسية وما نقدرش نخرج منها، حاول ما أمكن نخرج منها بيدي، ما نتسنى المساعدة ديال حتى شي حد. بعد الله الحمد لله دابا الانترنت فيها الأطباء النفسيين اللي نقدر نتبعهم ويقدروا يساعدوني. كاين كتب، كاين كتاب الله. ما نخرجوش لصحتنا النفسية. نتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله.